صهيل خيل يصدح في أرجاء المكان، وجواد يستعرض مهاراته برشاقة وحيوية. هنا محطة الزهراء، بيت الخيول العربية الأصيلة التي أنشئت عام 1908 وتعد الأقدم في العالم. ميزة محطة الزهراء وهدفها منذ إنشائها تربية الخيول العربية والمحافظة على السلالات بتاعتنا، سلالات نقية. لتميزها باتت خيول محطة الزهراء تعرف بالخيول العربية المصرية الأصيلة، وتحظى باهتمام محب الخيل من حول العالم. أي مزرعة في العالم كله وداخل مصر بيحب يحسن من الصفات الوراثية عنده، كتير بيحب يضيف لمزرعته خيل من خيول محطة الزهراء. إحنا الأم بتاع الخيل على مستوى العالم كله اللي هي الستريت إيجيبشن. إحنا الأم، فما ينفعش إن إحنا نشارك نكون جهة منافسة. حصان محطة الزهراء مشهور بالدم العالي والدم البيور بتاعه ونقائه في الدم وشمخته. الدهمان والهدبان والكحيلان والصقلاوي والعبيان هي خمس سلالات عربية تضمها محطة الزهراء، وتعود في تسميتها إلى قبائل الجزيرة العربية القادمة منها. أحبوا الخيل واصطبروا عليها، فإن العز فيها والجمال. بهذه الكلمات ومثيلاتها سجل العرب اعتزازهم بتربية الخيول الأصيلة، اعتزاز لا يزال جلياً في الحفاظ على أنساب الخيول العربية التي باتت الأهم بين سلالات العالم. للحفاظ على أنساب خيول محطة الزهراء إجراءات خاصة، فلمواليد خيلها شهادات ميلاد تبقي على نقاء دم سلالاتها. الخيل بيرجع دايما للعيلة السادسة، فأنا مثلا زي عدلات خلفت بنات، فبنبتدي اللي هي الصاب فاميلي، فببتدي أحافظ أنا بقى أبقى عارفة لازم يبقى عندي نسل عدلات وبعدين ولاد عدلات، فبرضو نفس الكلام. محطة الزهراء الهدف الرئيسي منها هو الإنتاج أو البريدينج، لذلك احنا بنطبق كل التقنيات الحديثة في موضوع البريدينج دوت. ولأن مصر أحد مؤسسي المنظمة العالمية للخيل العربي الواهو عام 1970، أصبحت الزهراء صاحبة الاختصاص في تسجيل الخيول وإثبات نسبها. كل مربي عنده مهر بيتولد لازم يلحق يسجله على طول، ولما بيجي يسجل الميلاد بنبتدي ناخد عينة من عينات الشعر بتاعة المهر عشان أعمل له تحليل للدي إن إيه وأثبت نسبه. بعد ما بتيجي العينة بوستف بنخلص بنسجله. فطبعاً إحنا بنسجل الخيل اللي في محطة الزهراء وبنعمل لها اختبارات، وبرضه بنسجل الخيل اللي موجودة في المزارع برا. بسبب جمال خيولها تتجه أنظار العالم نحو مزادين تنظمهما سنوياً محطة الزهراء. أنا مش بطلع في المزادات بتاعتي الخيل اللي هو يعني جريد إيه، اللي هو يعني أنا في خيل ما بينفعش أخرجه أصلاً من جوه المكان ويبقى بيتحافظ عليه. المطلوب أكتر حاجة هو العبيان، فالعبيان إحنا بنزلش في المزاد غير عبيانة واحدة بس. ورغم محدودية عدد الخيل التي تبيعها محطة الزهراء من إنتاجها، فإنها تصنف كأكبر محطة مصدرة للخيول العربية عالمياً. إحنا برضو بنطلع باسبور، لو أنت حضرتك عايز تصدر الحصان برضو بيبقى له شهادة، والباسبور بتاعه لازم يكون معتمد من عندنا وبيكون غير قابل للتزوير. تتعدد أنشطة الزهراء التي تضم نحو 500 من الخيول العربية، فإلى جانب التربية تضم المحطة مدرسة للفروسية لمحب الخيل الأصيل. الخيل بنبدأ معها بعد الفطام على طول، بنبتدي نتابعها، بنشوف الخيل اللي ليها مستقبل إن شاء الله اللي تبقى موجودة في الزهرة. من عمر سنة كده بنبتدي نشتغل عليها، تتعلم المشي الأول، وبعد كده تتعلم حاجة اسمها اللونج،
اللي هو اللونج المفتوح، وبعد كده اللونج مقفول، وبعد كده تتحرك على الايد، وبعد كده بتتعلم حركة المهرجان اللي هي وقفة الجمال. العنابر عبارة عن عنابر للمهارة الذكور والإناث، وبيطلع منها بعد كده تميز. عندي 4 عنابر للفرسات اللي هي النتاج، بتطلع لي النتاج، وعندي عنابر للطلايق اللي احنا واقفين عنده، وعندي عنبر للتدريب. أما عشاق جمال الخيل فهم على موعد سنوي مع مهرجان الخيول العربية الذي تنظمه المحطة، مهرجان تستأثر فيه خيول المحطة بخطف أنظار المشاركين. الحركة طبعا دي أهم حاجة في اللي هي بتميز الحصان العربي عن أي حصان تاني أو أي سلالة تانية. التشويلة الديل، الكلام ده كله بيفرق معنا جامد في قصة الجمال. وتوثيقا لتاريخها الممتد على مدار 112 عاما، تعمل محطة الزهراء التي تبلغ مساحتها 50 فدانا على إنشاء متحف يضم مخطوطات ومقتنيات نادرة توضح اهتمام مصر بالخيل العربي الذي لطالما ارتبط به المصريون، إيمانا منهم بأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.